السلام عليكم ورحمة الله. نشرف الواحدة من قناة المرابطون نستهلها بالعناوين. الاستعدادات في موريتانيا لافتتاح العام الدراسي وفاعلون في التعليم يشكون ضعف البنى التحتية ونقص الطواقم. قضية عمدة داكار المنتخب نائبا برلمانيا تطغى على جلسات البرلمان 13 في تاريخ السنغال. سكان قرية الفريع يطالبون بإيجاد حلول للتحديات التي تواجههم ويبدون القلق جراء ضعف التساقطات المطرية. أهلا بكم إلى تفاصيل هذه النشرة. أعلن رسميا في موريتانيا عن تحديد 2 أكتوبر 2017 موعدا لافتتاح العام الدراسي، وكان مجلس الوزراء قد ناقش خلال اجتماعه الخميس الولوج إلى الخدمة المدرسية ووضعية المنظومة التعليمية. ويقول بعض الفاعلين في مجال التعليم بموريتانيا إن البنى التحتية ونقص الطواقم التربوية وضعف المناهج تعتبر تحديات قائمة. نتابع. وزير التهذيب الوطني يعلن عن افتتاح السنة الدراسية 2017-2018 يوم 2 أكتوبر المقبل، أياما قليلة قبل الافتتاح الفعلي، مما فاجأ الحقل التعليمي الذي كان يتوقع تأخير الافتتاح هذا العام. الوزير قال إنه قدم بيانا لمجلس الوزراء ناقش 3 محاور أساسية، هي سياسة الولوج إلى الخدمة المدرسية ووضعية المنظومة المدرسية والآفاق لسنة 2017-2018 والنقاط الأساسية في خطة العمل. تميزت السنة بالإنجاز شبه النهائي للبرامج البنى التحتية اللي تم إطلاقه على أساس موارد ذاتية من الدولة سنة 2015، واللي يشمل 200 مؤسسة فيها 141 مدرسة و 60 مؤسسة تعليم ثانوي. حكما اكتمل إنجازه كامل، بقيت منها حكما 10 مؤسسات هي المفات وفات ولا يتم استلامها عن قريب. وأضاف السيد مختار أنه تم في مجال تحسين جودة التعليم تنفيذ بعض الإجراءات التي من شأنها أن تحسن وضعية التعليم، حيث تم في السنة الماضية مراجعة وكتابة البرامج على مستوى التعليم الأساسي، كما تطرق الوزير للحكامة الرشيدة في المنظومة التربوية. المحور الآخر يتعلق بالحكامة الرشيدة، ويتعلق لأنها هي اللي عندها انعكاس على أي إصلاح، الطريقة اللي يمشي بها وبلوغ أهدافه اللي مشهودها له تنعكس تنجح حسب طريقة المنظومة، حسب طريقة الحكامة اللي حسب طريقة الحكامة. وعلى الأساس هناك تفكير معمق حول تسيير المدارس وحول الخريطة المدرسية. ويرى المتابعون لقطاع التعليم أن ثمة نواقص كبيرة وتحديات عديدة تقف في وجه العملية التربوية وتدعو إلى وقفة جادة لإصلاح هذا القطاع الحيوي، ومن أبرز تلك التحديات مشكل البنى التحتية المتهالكة والنقص في الطواقم وضعف المناهج وتراجع المستويات لدى الأطفال وانخفاض رواتب العاملين في مجال التعليم بشكل عام. لشأن المفصل، قال الأستاذ الجامعي والباحث في المجال الاقتصادي دكتور حمودي الشيخاني إن حجم المنتوج اليومي من النفط في موريتانيا لا يتجاوز حدود 5000 برميل، في حين أن التوقعات كانت تشير إلى أن يصل الحجم 75000 برميل لليوم. وأضاف حمودي خلال حلقة من برنامج المشهد حول مستقبل الاقتصاد الموريتاني في أفق النفط والغاز، أضاف أن مدونة الاستثمار الموريتانية أتاحت الكثير من الامتيازات من شأنها جلب المستثمرين. أن عائدات النفط لا تتجاوز 3% من الناتج الخام الموريتاني، وأن ما يتم تصديره يعني الآن إنتاج يوميا لا يتجاوز حدود 5000 برميل اليوم، وهذا بعيد جدا من يعني تلك التوقعات وتلك الأمان التي عقدناها على النفط. في هذا الإطار لا أقول بأني أرجو أن لا تكون قضية مسألة أيضا الغاز على 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 نفس على نفس المنوال. فعلا موضوعيا أعرف أن البلد موريتانيا يعني مدونة الاستثمار أتاحت الكثير من الامتيازات
يعني منها تساوي القطاع الاستثماري الوطني والاجنبي، ومنها يعني خلق مؤسسات للنزاعات في حاله ما حصلت. وهذا ما من شأنه انه يعني فعلا تتهافت للمستثمرين على موريتانيا، خاصه اذا كان هنالك فعلا مؤشرات جديه. تطغى قضية عمدة مدينة داكار الخليفة صالح المنتخب مؤخرا نائبا برلمانيا من داخل زنزانته، تطغى على جلسات البرلمان 13 في تاريخ البلاد، والذي بدأ أعماله مؤخرا، ويتزايد الجدل بشأنها في السنغال بشأن استمرار اعتقال الخليفة صالح منذ 6 أشهر، ويقول البعض إن حصانته البرلمانية ينبغي أن تشفع له في إطلاق سراحه. نتابع تفاصيل في سياق هذا التقرير. استمرار اعتقال عمدة مدينة داكار المنتخب من داخل زنزانته نائبا برلمانيا في البرلمان 13 لجمهورية السنغال يطغى على نقاش جلسات البرلمان في البلاد. ويقول المناهضون لاعتقال الخليفة سال الذي يتوقع البعض أن يكون منافسا قويا للرئيس الحالي ماكي سال في الانتخابات الرئاسية المرتقبة عام 2019، إن حصانته البرلمانية ينبغي أن تسقط اعتقاله المستمر منذ شهر مارس 2017. فيما يرى بعض نواب الائتلاف الداعم لنظام ماكي سال أن ملف الخليفة سال يسير وفق الإجراءات القانونية العادية التي ينص عليها القانون السنغالي، وأن تهم اختلاس الأموال العمومية الموجهة له لم تسقط بعده. وكانت هيئة الدفاع عن الخليفة سال قد تقدمت بطلبات عدة من أجل حصوله على حرية مؤقتة، وهو ما لم تتم الاستجابة له، حيث لا يزال يقبع في السجن منذ 6 أشهر. وقد حل الائتلاف الداعم للخليفة سال في المرتبة الثالثة خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، وكان سال يقود لائحة الائتلاف من داخل زنزانته، حيث لم يسمح له بحرية مؤقتة لإجراء حملته الانتخابية، ولم يسمح له أيضا بالتصويت. ويتهم الخليفة سال باختلاس مبلغ 1,800,000,000 فرنك إفريقي من ميزانية بلدية داكار، ويعتبر أحد القادة البارزين في الحزب الاشتراكي بالسنغال، وقد تولى عددا من المناصب الوزارية في عهد الرئيس الأسبق عبد جوف. وقد شكل اعتقال الخليفة سال مفاجأة للكثير من أنصاره، خصوصا في العاصمة داكار التي يتولى منصب عمدتها منذ عام 2009. يطالب سكان قرية الفريع بولاية الحوض الشرقي الحكومة الموريتانية بإيجاد حلول للمشاكل والتحديات التي تواجه هذه القرية على صعيد المجالات الحيوية الضرورية. ويبدي سكان القرية الواقعة في أقصى الشرق الموريتاني يبدون قلقهم جراء ضعف التساقطات المطرية، حيث يعتبر النشاط الزراعي مصدر عيش الكثيرين هناك. تفاصيل أوفى نتابعها في سياق هذا التقرير. قرية فرع الكتان بولاية الحوض الشرقي تقع بين سلسلة مرتفعات جبلية وسهول وأودية تخبئ وراءها حجم ما تعيشه عشرات الأسر. تعاني القرية جملة من المشاكل وتشكو انعدام المرافق الأساسية، فصعوبة الوصول إليها بفعل وعورة الطريق خاصة خلال فصل الخريف تزيد من مصاعب الظروف المعيشية للسكان. والمسائل كاملة ترمية اللي فاصلين فيهم، عندنا الحيوان كثير الحمد لله، والزمن الخريف ما عندنا، زمن الصيف والأشياء ما عندنا، يكون الشر مالي وطالبين العلف وطالبين المزيد وطالبين المليارة تعطينا عناية خاصة. تعتمد القرية كغيرها من القرى بولاية الحوض الشرقي على الزراعة التي تعتبر مصدر رزق لكثيرين هنا، غير أنها تواجه اليوم بحسب كثيرين العديد من التحديات نتيجة ضعف تساقطات مطرية وقلة الإمكانيات الذاتية وغياب الدعم الحكومي. تمشي الورك حالا تلحق الحيوان فيهم وأهلهم الطائرين عنهم، ولا تو قادين يحملوهم بهم العنث وبهم النعش. واليوم نختاركم هذه القلقوات تعطونا معي فيها، احنا مساكي ما عندنا ما هم ولانا، والله لحريثه الى عدلنا لحريثه نعيش واولادنا وزوجاتنا، ولا ما اجبرنا لحريثه ما عندنا شيء.
لا تختلف معاناة المواطنين في قرية الفرع عن بقية القرى الأخرى في البلاد، فالفقر والإهمال وضع يقولون إنه جعلهم يعيشون غرفا يصفونها بالصعبة، ويطالبون الحكومة الموريتانية بتدخل من أجل التخفيف من معاناتها. من قرية الفرع بولاية الحوض الشرقي، أحمد البابية، قناة المرابطون. قال المدير العام للخزينة العمومية في الجزائر فيصل تندنيتي إن الخزينة العمومية في البلاد تحتاج خلال الأشهر المتبقية من عام 2017 تحتاج أزيد من 5 مليارات دولار. وأضاف تندنيتي الذي كان يتحدث أمام أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس التشريعي الجزائري أن قانون المالية للعام 2017 توقع حصول عجز بقيمة أزيد من 9 مليارات دولار. نتابع. تحتاج الخزينة العمومية في الجزائر فيما تبقى من أشهر عام 2017 إلى ما يفوق بقليل 5 مليارات دولار أمريكي، وتحديدا 570 مليار دينار جزائري، لتغطية العجز المالي الذي تعرفه، وفق ما أكده المدير العام للخزينة العمومية فيصل تيدنيني أمام أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني الغرفة الأولى من البرلمان. وقال تيدنيني إن قانون المالية لعام 2017 توقع وقوع عجز بقيمة 1.113 مليار دينار، حوالي 9.8 مليار دولار أمريكي، بسبب الفارق الكبير بين النفقات والمداخيل. وقد قامت الخزينة العمومية بتغطية جزء كبير من هذا العجز، ولم تبق سوى 570 مليار دينار جزائري، لافتا إلى ما يصطلح عليه بالتمويل غير التقليدي، أي طبع المزيد من الأوراق النقدية، والذي سيتيح عودة التوازنات المالية. ودافع مدير الخزينة العمومية عن تعديل قانون النقد والقرض، منوها بضرورة التحكم في النفقات العمومية وتنويع مصادر الاقتصاد الوطني في مسعى للاستغناء عن القرض الأجنبي. كما قد يكون من أوجه الحل فرض ضرائب على الثروة يعطيها أصحاب رؤوس الأموال لتعويض النقص والاستغناء عن الدين، خصوصا وأن الدولة في السنوات الماضية اتبعت سياسة الإعفاء الضريبي تشجيعا للاستثمار، فلا مانع من الاستفادة من هذه الوسيلة الآن لسد العجز. وتواجه الجزائر مخاطر وقوع تضخم يلجئها إلى التمويل غير التقليدي الذي سيدفعها إلى طبع المزيد من الأوراق النقدية، وتهدف هذه التقنية إلى تمكين بنك الجزائر من شراء سندات مالية تصدرها الخزينة العمومية لأجل تمويل احتياجات هذه الأخيرة وتمويل الدين العمومي. دعا اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر أوروبا إلى توفير مروحيات وطائرات بدون طيار سبيلاً لمراقبة الحدود الجنوبية لليبيا ومواجهة الهجرة غير الشرعية. وقال حفتر في مقابلة مع صحيفة إيطالية إنه تقدم لأوروبا بخطة انطلاقا من مبدأ أن ليبيا لا تعتبر نقطة لوصول المهاجرين، وإنما نقطة عبور للراغبين في الوصول إلى الدول الأوروبية. متابع. طالب اللواء المتقاعد خليفة حفتر قائد منظمة الجيش الليبي في شرق ليبيا أوروبا بمروحيات وطائرات بدون طيار لمراقبة حدود ليبيا الجنوبية والتصدي للهجرة غير الشرعية. وقال في مقابلة نشرتها صحيفة كوريري ديلا سيرا الإيطالية الجمعة بعد استقباله في روما وباريس هذا الأسبوع: قدمت خطة انطلاقا من مبدأ أن ليبيا ليست نقطة الوصول، بل إنما هي معبر للمهاجرين الراغبين في الوصول إلى أوروبا. وأضاف: تنص الخطة على ضرورة التفاوض مع الدول المجاورة لليبيا التي ينطلق منها المهاجرون. أما مراقبة الحدود الجنوبية فإن قواته يمكنها توفير العنصر البشري، لكن يتعين على الأوروبيين إرسال مساعدات تتمثل في طائرات بدون طيار ومروحيات ومناظر ليلية وعربات. وفي الوقت الذي ترفض فيه الأمم المتحدة حظرا على شحن أي سلاح باتجاه ليبيا، فإن حفتر يرى أن كافة الدول الأوروبية المعنية التي يهمها وقف الهجرة عليها إلغاء هذا الحظر. وأكد حفتر أن وزيرة الدفاع الإيطالية روبرتا بينوتي وافقت على برنامج لتدريب الجنود الليبيين في إيطاليا. ويعزز حفتر منذ عدة أسابيع وضعه كمحاور لا غنى عنه لحل النزاع الليبي، وتعتبر إيطاليا القوة الاستعمارية السابقة لليبيا وأهم داعم في أوروبا لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج المعترف بها دوليا. لكن وزيرة الدفاع الإيطالية قالت أمام لجنة برلمانية الخميس إن إيطاليا ليست منحازة في المنافسة بين حفتر والسراج، وقالت: نحن نريد ليبيا موحدة وسلمية ومستعدون للعمل مع كل الذين يريدون العمل بشكل سلمي من أجل وحدة البلاد. يأتي هذا النشاط لحفتر
وسط فشل الجلسات التي يعقدها ممثلون لمجلس الدولة ومجلس النواب المنتهية ولايته من أجل التوصل لحكومة مشتركة ومجلس دولة موحد برعاية مبعوث الأمم المتحدة اللبناني غسان سلامي. واستؤنفت الجلسات مجددا للطرفين الجمعة بمقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتونس، وذلك من أجل التوصل لاتفاق حسب أجندة الأمم المتحدة المقررة في ليبيا. شنت قوات الاحتلال الصهيوني حملة مداهمات في مناطق بالضفة الغربية المحتلة اعتقلت خلالها 20 مواطنا فلسطينيا خلال مساء الخميس الساعات الأولى من صباح الجمعة. وقال موقع إخباري عبري إن من بين المعتقلين 5 فلسطينيين توجه لهم سلطات الاحتلال تهمة مقاومة أهداف إسرائيلية. نتابع المزيد في سياق التقرير التالي. اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني 20 مواطنا فلسطينيا من سكان الضفة الغربية المحتلة بعد حملة اقتحامات ومداهمة تخللها تفتيش وعبث بمنازل الأهالي استمرت من مساء الخميس وحتى ساعات الصباح الأولى من يوم الجمعة. وقال موقع عبري مقرب من جيش الاحتلال إن من بين المعتقلين 5 اعتقلوا لصلتهم بنشاطات تتعلق بالمقاومة الشعبية ضد أهداف الصهيونية، وبعد وضعهم عبوة ناسفة على طريق بالقرب من مستوطنة مجدال عوس. وأفادت مصادر محلية فلسطينية أن قوات الاحتلال دهمت مدينة جنين شمال القدس وشنت حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين طالت 11 مواطنا من بلدة يعبد جنوب غرب المدينة بزعم إلقائهم عبوة ناسفة محلية الصنع على برج مستوطنة دوتان المقامة على أرض البلدة. واندلعت مواجهة بين قوات الاحتلال والشبان الفلسطينيين في القرى والبلدات التي شملتها المداهمات وعمليات الاعتقال. تأتي حملة المداهمات والاعتقالات متزامنة مع إعلان سلطات الاحتلال فرض طوق أمني محكم على الضفة الغربية وإغلاق شامل لمعابر قطاع غزة بسبب حلول ما يدعوه الصهاينة عيد الغفران الذي يوافق 10 من الشهر الأول في التقويم اليهودي. وفي مدينة القدس ضاعفت قوات الاحتلال من أعدادها ونشرت آلاف العناصر من قوات حرس الحدود لحماية المستوطنين الذين يتدفقون في مثل هذه المناسبة عادة على باحة حائط البراق الجدار الغربي للمسجد الأقصى، كما أحكمت إغلاق مدخل البلدة القديمة من جهة باب الخليل أمام حركة المركبات. ويعد اليوم المصادف لعيد الغفران في شريعة اليهود يوم عطلة كاملة يحظر فيه كل ما يمنع على اليهود في أيام السبت والأعياد الرئيسة. ودأبت سلطات الاحتلال في أيام المناسبات اليهودية على منع الفلسطينيين من الوصول إلى الداخل المحتل ورفض الدخول لعشرات الآلاف من العمال الذين يكسبون قوتهم اليومي من خلال تصاريح صادرة عن سلطات الاحتلال. نهاية نشرة أخبار الواحدة قدمناها لكم من قناة المرابطون. نعود ونذكر بأبرز ما أوردناه في هذا النهار. الاستعدادات في موريتانيا لافتتاح العام الدراسي وفاعلون في التعليم يشكون ضعف البنى التحتية ونقص الطواقم. قضية عمدة داكار المنتخب نائبا برلمانيا تطغى على جلسات البرلمان 13 في تاريخ السنغال. سكان قرية الفريع يطالبون بإيجاد حلول للتحديات التي تواجههم ويبدون القلق جراء ضعف التساقطات المطرية. شكرا على حسن المتابعة. الثانية موجز إخباري بحول الله. دمتم في حفظ الله.